من برلين، وبداية معك عربي والحديث عن هذه الكلمة خصوصا وأن الحديث يعني يطال ألمانيا بموضوع نشر الأسلحة لدى الأسلحة الأمريكية في ألمانيا، في بيان مشترك بين ألمانيا والولايات المتحدة بأن واشنطن ستنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا عام 2026. عربي، هل أنت معي الآن؟ معك أسماء جيدة الرأي. نعم عربي، أهلا بك عربي. الآن إذا ما تحدثنا حول هذا البيان المشترك بين الولايات المتحدة وألمانيا والحديث عن نشر مجموعة من الأسلحة، أكد ذلك أيضا البيان المشترك لحلف الناتو حول موضوع التحديات التي تطال القارة وأن روسيا هي التحدي الأكبر. كيف يعني يقرأ المتابع الألماني لديك هذه التصريحات؟ بالطبع رعد، هناك اهتمام كبير جدا من الصحف الألمانية وخبراء القوات المسلحة هنا في ألمانيا بمتابعة هذه القمة تحديدا. هناك فرق كبير بين قمة حلف الناتو المقامة الآن في واشنطن والقمة الأخيرة التي كانت في ليتوانيا في مدينة فيلنس، وأنا حضرتها في ليتوانيا. هناك اختلافا كبير جدا، على الرغم من أن القمة الأخيرة كانت تؤكد بالطبع على دعم أوكرانيا، هذه المرة أكدت مرة أخرى على ضرورة الاستمرار في دعم أوكرانيا. كل خطط التسليح المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتحديدا ألمانيا هي في إطار عمليات الردع لروسيا، ومخاوف كبيرة لدى حلف الناتو من أن تقوم روسيا بقصف أو بأن تمتد الحرب الأوكرانية إلى أراضي الناتو. لذلك جاءت الاتفاقية الجديدة بين ألمانيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية في نشر صواريخ جديدة وقواعد جديدة للصواريخ على الأراضي الألمانية، منها صواريخ أسرع من الصوت وصواريخ توم هوك أيضا، وهي شبيهة بالمناسبة، توم هوك شبيهة بصواريخ طوارس الألمانية، ولكن توم هوك يمكن إطلاقها من السفن ومن الغواصات، أما صواريخ طوارس الألمانية فتطلق فقط من الطائرات. لذلك ألمانيا تحتاج هذه النوعية من الصواريخ، وأوروبا حسب الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا حسب أمين عام حلف الناتو خلال الكلمة المجملة التي عبر فيها عن ضرورة أن يستمر الدعم الولايات المتحدة الأمريكية إلى حلف الناتو. كل الدعم المالي والعسكري لحلف الناتو 70% يأتي الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت هناك مخاوف شخصية لدى المستشار الألماني أولاف شولز قبل أن يتوجه إلى واشنطن في مؤتمر صحفي عقده في المطار هنا في برلين كما جرت العادة قبل أن يطير، وأكد بشكل غير مباشر أن هناك مخاوف بالطبع من إذا تولى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل، لأنه هدد بالطبع بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المعاهدة إذا لم تقوم الدول الكبرى وعلى رأسهم ألمانيا، وذكر ترامب قديما على رأسهم ألمانيا يجب أن يعني تخص ألمانيا أكثر من 2% من الناتج المحلي. وبالفعل قال المستشار الألماني أولاف شولز قبل أن يتوجه إلى واشنطن ألمانيا ملتزمة بهذا الأمر، وأكد مرة أخرى اليوم أن ألمانيا ملتزمة بتخصيص 2%، يعني نتحدث هنا عن 80 مليار يورو من الدخل القومي الألماني، ولكن بحلول عام 2028 وليس العام القادم أو بعد القادم. ألمانيا تحتاج بداية من الآن حسب المستشار الألماني أولاف شولز 4 سنوات حتى تصل إلى 80 مليار يورو إذا وصلت إليهم واستطاعت أن تحقق هذا الأمر في ظل الضغط الاقتصادي الموجود هنا في ألمانيا. طيب عربي، بالحديث عن موضوع تزويد ألمانيا أو نشر صواريخ في ألمانيا، ألا يؤرق هذا الموضوع عربي؟ ألا يؤرق المراقب الألماني خصوصا وأن ألمانيا تحاول أن تمسك العصا من منتصف كما يقال بين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والصين؟ وهنالك حديث كثير تحدث به يونس ستولتنبرغن اليوم عن الصين وتزويد الصين لروسيا بالأسلحة وما إلى ذلك. بالتأكيد أن لينيا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية دامت وما زالت حتى هذه اللحظة تهاجم الصين في هذه النقاط تحديدا. الصين حسب وزيرة الخارجية الألمانية وحسب حتى بعض التصريحات للمستشار الألماني وأيضا أمين عام الحلف الناتو قامت بتزويد روسيا بقطع إلكترونية معينة حتى تستطيع روسيا تركي بها في الصواريخ والأسلحة والطائرات وما إلى ذلك بسبب الحظر الاقتصادي والتجاري المفروض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا. لذلك حسب تصريحات حتى المسؤولين الألمان وليس فقط أمين عام لحلف الناتو خلال كلماته التي انطقت قبل دقائق، روسيا هي إحدى التهديدات الكبيرة لأوروبا نتيجة
مساعدتها الى روسيا بشكل مباشر، على الرغم من العلاقات الاقتصاديه القويه التي اكدت عليها رعد مع المانيا تحديدا، بين الصين وبين المانيا. الصين هي الشريك الاقتصادي الاول الى المانيا، ولكن هذا امر مختلف. والامين العام لحلف النيد خلال كلمته الاخيره اكد على ان استمرار دعم الصين الى روسيا هو التهديد الاساسي ايضا الى الاتحاد الاوروبي، وعلى الصين ان تتوقف على هذا الامر. كانت نفس الكلمات مشابهه لان يناير بوك قبل يومين في هذا الصدد تحديدا، ان روسيا بمساعدتها، ان الصين عفوا بمساعدتها ايضا لروسيا، هي ايضا احدى التهديدات الهامه للاتحاد الاوروبي وعلى اوروبا بشكل عام، وعلى الصين التوقف عن امداد روسيا بهذه القطع الهامه للاسلحه الروسيه. ولكن الصين مستمره في هذا الامر نتيجه علاقتها الوثيقه بروسيا بالطبع. ولكن الصين حسب كل الخبراء الالمان هي تهديد بالطبع نتيجه تعاملها مع روسيا وامداد روسيا بالمعدات التي تحتاجها. هناك اتفاقات اقتصاديه جديده بين روسيا والصين ايضا من نعم. وجهه نظر ايضا المستشار الالماني اولاف شولز، ولكن المانيا لا تستطيع التخلي عن الشريك الاقتصادي الهام بالنسبه لالمانيا وهو الصين. يعني هذه المعادلة الصعبة، والحديث الآن عن احتماليات انسحاب الولايات المتحدة من الناتو في حال قدوم ترامب الذي هدد بهذا الموضوع سابقا. لكن حديث ستولتنبرغ اليوم عندما يقول أن هذا الحلف هو مهم لكلا الطرفين الأوروبي والأمريكي على حد سواء، هل يطمئن ذلك القارئ الألماني، خصوصا وأن ألمانيا من الدول الكبرى التي تمد هذا الحلف ماديا وعسكريا؟ بالطبع لا رعد، المانيا والسياسيين الالمان حتى المستشار الالماني لديهم مخاوف كبيره من ان يتولى ترامب رئاسه الولايات المتحده الامريكيه. عندما ياتي ترامب لا توجد ضمانات من ستولتنبرغ، عندما يتحدث عن هذا الامر وكاله خلال المؤتمر الصحفي قال بشكل مباشر حتى ان تعاقبت حكومات مختلفه، حتى لو حكومات يمينيه متشدده جاءت في المانيا او في فرنسا او في اي دوله اوروبيه، لا يجب تغيير هذه المعادلات. الدعم المالي من الدول الأعضاء مستمرا بنسب قد تصل إلى أكثر من 2%، الولايات المتحدة الأمريكية تشارك بأكثر من 70%، لذلك نقطة ضعف حلف الناتو ويعلمها جيدا ترامب، نقطة ضعف حلف الناتو هي الولايات المتحدة الأمريكية. إذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية أو خفضت دعمها للناتو ستكون أزمة كبيرة جدا للاتحاد الأوروبي وجيوش الاتحاد الأوروبي أمام روسيا. حسب كل الإحصائيات التي خرجت منذ العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، الجيوش الأوروبية بلا الجيش الألماني لن تستطيع الوقوف امام روسيا، الجيش الروسي اقوى من كل الجيوش الاوروبيه مجتمعه. ولكن في شهر فبراير الماضي قبل 4 اشهر تقريبا كانت هناك نداءات مباشره وتفكير من الحكومه الالمانيه في سلاح ردع نووي جديد. المانيا تفكر الان مره اخرى في ان يكون لديها سلاح خاص بعيدا عن الولايات المتحده الامريكيه. يوجد على الاراضي الالمانيه نتكلم في حوالي 25 قنبله نوويه في قاعده بوشل، ولكن الاكواد مع الولايات المتحده الامريكيه، هذه الصواريخ موجوده والقنابل النوويه على الاراضي الالمانيه، ولكن الاكواد مع الولايات المتحده الامريكيه. واذا ارادت المانيا استعمال هذه القنابل النوويه يجب ان تحصل على الاكواد من الولايات المتحده الامريكيه. لذلك هناك تفكير الان في المانيا بان تعتمد على فرنسا وايضا على انجلترا بان يكون لالمانيا سلاح ردع نووي، لان المانيا لن تستطيع تصنيع قنبله نوويه الان. برنامج نووي يحتاج نعم. الى 15 عاما ومليارات اموالا نعم طائله، عربي. ولكن تفكر في شراء ربما سلاح ردع نووي من فرنسا. نعم عربي، تفاصيل كثيرة أشكرك عليها. عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية من برلين على هذه الإضافات حول ملف اجتماع الناتو لهذا العام في ذكرها 75. شكرا جزيلا لك عربي.